أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم في عين الحدث الذي يواصل النظر في قانون ضريبة الدخل بعد أن أفرجت الحكومة اليوم عن التفاصيل النهائية لهذا القانون. أبدأ يعني بالترحيب بضيوفي سعادة النائب عمر قرقيش، مساء الخير محمد، وأهلا وسهلا فيك، وسعادة الدكتور حسام عايش، مساء الخير دكتور. مساء النور. أنا مساء. ويعني بدي أتمنى من زملائي بالمونيتور يعطونا يعني الجرافيك اللي طلعته الحكومة، بعت لي وزير الإعلام عشان نشوف شو تفاصيل ضريبة الدخل حتى المشاهد يكون معنا بالصورة. أنا بدي بس أضحك على الآخر جرافيك إنه قديش الدول الأخرى بتأخذ ضريبة الدخل والأردن طلع يا مسكين هالقدي بس بأخذ، ولكن لم تطالعنا الحكومة بقديش الدخل القومي والدخل الفردي. هاي قصة سنناقشها مع ضيوفنا. مجددا نرحب بسعادة النائب عمر قرقيش والدكتور حسام عايش. دكتور يعني سعادة النائب، اليوم أنت في رسالة ساخنة انه طلبت النواب برفض القانون جملة ونتفصيل ما تطلعوش فيه، وحتى اتهمت الحكومة بالكذب في رسالتك. كيف ترى هذا القانون؟ كيف تتعاطى مع هذا القانون اليوم؟ ما هي الافاق النيابية لتلبية رسالتك انجاز التعبير؟ يعني بداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولأخواننا ولشعبنا الوطن الحبيب. حقيقة اليوم فوجئنا يعني بقيام الحكومة بإصدار ونشر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لعام 2018، واللي كان هذا الحديث يعني احنا سمعناه من الحكومة منذ أكثر من حوالي سنة، هم تتحدث عن أن هناك في قانون ضريبة، وهذا القانون راح يكون قانون يعني يزيل التشوهات والاختلالات اللي موجودة في القوانين السابقة. فكنا ننتظر حقيقة أنه هذا القانون فعلا يأتي بجديد، يأتي بشيء يحقق متطلبات المرحلة، منها يخدم الوطن ومنها يخدم المواطن، يراعي ظروف المواطنين الصعب اللي هم بيعيشوا فيها. لكن في جونا بشكل خلينا نقول مجمل بالقانون، هو عبارة عن قانون جباية بامتياز، مش مجرد جباية. الضريبة هي بحد ذاتها جباية، جمع الأموال هي جباية، لكن هو جباية على المواطن فوق الجباية. نعم. وكأننا بنقول للمواطن ما عادش في شيء قدامنا نقدم لك إياه، بدنا نأخذ حتى اللحم أخذناه، بدأنا بالعظم والآن اللي بدنا نستوي تحت العظم. فالقانون حقيقة جاء غير ملبي نهائيا لما هو مأمول. جاء القانون يتعارض حتى مع الدستور بعدالة الضريبة وتصاعديتها. جاء القانون بمواد عدلت بحقيقة فيها كثير من المبالغة، فيها كثير حتى من الافتراء، حتى النسب اللي تم شرحها والتخفيض العفاءات اللي تم شرحها من خلال المؤتمر الصحفي اللي بجزء استمعنا إلى جزء منه، يعني لم تعطي الحكومة معلومات دقيقة. هي إعفاءات وهمية، تخفيض العفاءات كان في عندنا عفاءات برقم يعني راح ندخل بتفصيلاتها. نعم. لكن مع ذلك بنقول الآن القانون حقيقة هذا قانون لا يجب أن يمر من مجلس النواب، يجب على مجلس النواب أن يكون له موقف واضح في هذا القانون ورده للحكومة لإعداد قانون آخر بديل عن هذا القانون. نعم. لأن هذا القانون إذا ما قدم إلى مجلس النواب وتم إقراره بصفته اللي قدمت فيه، حقيقة أنا بعتبر أنه يعني مجلس النواب راح يخطئ خطيئة كبيرة جدا، وأنا لن أتحمل وزر هذه المسألة. شكرا. يعني أستاذ دكتور حسام، اليوم بقول لك الأخ عمر قانون جباية وليس قانون ضريبة كما يقول كثيرين. اليوم الحكومة طلعتنا جرافيك أنه 95.5% من الشعب الأردني غير دافعي للضرائب بالقانون السابق. هذا القانون سيجعل 90% من الشعب الأردني من دافعي الضرائب يدفعوا ضرائب. نعم. هذه الأرقام يعني حقيقية؟ هل لك رؤية أخرى مغايرة؟ نعم.
سيدي يعني الحكومة هي التي قررت أن يتم إعفاء حوالي 95% من الأفراد من ضريبة الدخل، وهي التي عادت وقررت أن ذلك خطأ. إذا من يتحمل هذا الخطأ؟ هي تعاقب الذين يعني الأفراد الذين هي عافتهم. نعم. بدل أن تعاقب يعني 95.5% هذول أنت ما قلت لي يدفع. بالضبط، هي قرار كان منها، بل بالعكس سوقت كثيرا أن الإعفاءات تطال حتى أكثر من ذلك، قالت حوالي 97% من الأردنيين. نعم. لا يطالهم القانون. الحقيقة أنه أنا بدي أميز بين أنه الحاجي فعلا للالتزام الدولة الأردنية وهذا يهمني، وباعتقادي طبعا سعادة النائب هو قبلي يعني يهمه أن تكون الحكومة والدولة الأردنية ملتزمة بما توقع عليه، وبين السياسات التي تتخذها هذه الحكومة والدولة من أجل إعادة تنظيم وترتيب وتفعيل العملية الاقتصادية في الأردن. طبعا هناك التزام مع صندوق النقد الدولي بزيادة الإيرادات الحكومية بمليار ونصف المليار دينار على مدار السنوات 17 و18 و19. بدأنا ب 450 مليون في 2017، 540 مليون 2018، والآن نحضر للوجبة الثالثة من هذا الالتزام بحوالي 500 مليون دينار. لكن على هامش هذا الالتزام لم نرى أن الحكومات تبذل من الوقت ما بذلته في التفاوض مع صندوق النقد لإعداد برنامجها الذي تلتزم به فيما يتعلق بإعداد برنامج موازي لزيادة تفعيل وتطوير العملية الاقتصادية. لذلك فهذا القانون يأتي في وقت المواطن أحوج ما يكون فيه لزيادة يعني راتبه ودخله، لأنه تراجع لسببين رئيسيين: بالتضخم الذي قلل من القيمة الشرائية للمال الذي يملكه، وبالضريبة التي خفضت من الكتلة النقدية بين يديه. وعلى هذا الأساس هي جاءت لكي تعاقب أيضا كل مجتهد، كل من تعلم أكثر، كل ما من أصبح لديه إمكانية لأن يطور نفسه وبالتالي أن يزيد دخله، لكي تقول له أن كل ما يزيد دخله عن 660 دينار في عودي إلى الوراء سيعاقب. وأنا مع ذلك أريد أن أقول يعني رغم أني بستخدم هذه المفردات، لكني لو في ظروف أخرى أجد أن تعديل القانون شيء طبيعي في كل دول العالم بما يصب في النشاط الاقتصادي. والمعايير دائما واضحة، أي قانون هو فلسفي وهو أيضا فيه رؤية مستقبلية وفيه مجازفي وفيه عاطفي وفيه جملة من العناصر وفيه معلومات. السؤال على ماذا استندت الحكومة، وأنا هنا أتحدث معزل عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، على هذه المعايير المتعلقة بما جاء في هذا القانون. بما جاء في هذا القانون أستاذ عمر، أي قانون ضريبي قبل زي ما حكى الدكتور حسام له جملة معادلات. اليوم لما بنيجي بنطلع وبنلاقي الحكومة لم توضح حتى اللحظة انه قد ايه خط الفقر المعتمد عشان نشوف اللي بتجاوزه، وين بدنا نحمي الطبقة الوسطى لما بتقول لي 16,000 للأسرة. طب الأسرة الأردنية تنفق في ثلاث مجالات: التعليم، الصحة، السكن. صحيح. نعم. لا عندنا تعليم عشان بنضحك على بعض، ولا الصحة خدماتها جيدة، ولا السكن متوفر. آخر مشروع إسكان متوسط أظن أبو نصير إذا ما خانتني الذاكرة، وشكل كريم دمره. كيف يمكن أن نفهم السياسة التي بنيت عليها أرقام ضريبة الدخل؟ يعني أستاذ عمر ولك الاحترام، الحكومة عندما تقدمت بهذا المشروع واللي هي اليوم يعني أصدرته قدمت أسباب موجبة لهذا القانون. نعم. حسب ادعائها، وأنا معها إذا كانت الأسباب الموجبة مبررة فأنا معها. جاءت بالأسباب بأنه هذه التعديلات هي تصوب في تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبحيث أنه لا تتجاوز مقدرة المكلفين على أداء الضريبة وتوفير الأموال اللي تغذي حاجة الدولة إليها. أوكي، أسباب منطقية وسليمة جدا، وإحنا مع العدالة ومع مصلحة المواطن، لكن هي لم تراعي حقيقة مثل ما تفضلت من هو المحتاج ومن هو غير المحتاج، وكم هي كمية الدخول ومبالغ الدخول. هل المحتاج أو الغير مقتدر أو اللي تحت خط الفقر اللي هو راتبه أو دخله راح يكون 670 دينار وبالتالي راح يقضي على ضريبة، أو فوق 670؟ هل عندها إحصائيات دقيقة بهذا الرقم؟ تأكيد ما عندهاش. اثنين، جاءت بالتعديلات بأرقام هلامية وهمية حتى يعني لم تعطي مصداقية في دقتها.
تحدثت قالت احنا خفضنا الاعفاءات من 24000 ل 12 للاسره ومن 12 ل 16 للاسره ومن كانت من 12 ل 80 للفرد وزدنا عدد الشرائح عملنا 5 شرائح. انا بحسبي بسيطه جدا احتسبت اليوم يعني سريعا لانه لسه القانون احنا قدام الاقرابي لقيت انه الحكومه يعني كانها قالت لاحترامي لها يعني ما اعتبرتنا احنا شريه غنم ما نفهمش يعني كيف انت عدلت الشرائح. طب احنا كان عندنا من الاساس للشرائح كنا ندفع اذا كان في عندك دخل فوق الحد اللي انت معفي منه كنت تدفع 7 14 20%. جيت عدلت 5 شرائح قلت اول 5 5 بتدفع 5% بعدين 5 2 10 بعدين 15 25 الى 5. لما جيت حسبتها لقيت انه الزياده حقيقه راح تكون على الدخل الاول نفس الدخل بتزيد 0.5% للي دخله اقل من 6000 او 8000 دينار ومن ثم 2.5% ومن ثم 5%. يعني انت زدت عبء ضريبي على الغير مقتدر قيمته 5% من دخله اقتطاع ضريبي. هذا مش عمالك تصارح المواطن وتقول له انا زدت عليك مع تخفيض الاعفاء من 12 ل 8 في 4000 دينار بنضربهم كمان بالنسبه بنلاقي انه صارت النسبه ارتفعت ل 8% الزياده. اذا الارقام ارقام حقيقه مش صحيحه، فيها ارقام مبالغه، فيها اعتداء على حقوق المواطنين، فيها يعني تحميل المواطنين اعباء اضافيهم غير قادرين على تحملها. كان الاجدى الحكومه ان حقيقه تقدم مشروع متكامل افضل من هيك. اول شيء تدرس الارقام، تدرس المعايير، تدرس النسب، وتدرس الشرائح وتشوف كيف وضع الناس حقيقه وقديش كميات الدخول ومدى توافق هذا الدخول مع متطلبات. تفضلت قلت احنا المواطن يحتاج الى 3 امور اساسيه: صحه وتعليم وسكن. وسكن احنا الان طب انا في احدى التعديلات في المواد القانون اللي الان الحكومه شطبت ماده بتقول فيه انه تحسب من ضمن المصاريف المصاريف المواطن سواء بالسكن او المنزليه او الشخصيه. اجت بالتعديل جيت شطبتها، يعني بالتالي انا اي مصروف علاج او تعليم او صحه او سكن او فوائد السكن انت الان بتقول لي هذا مش محفوظ من الضريبه. طب ما كلنا 80% مرهون، طب كلنا مرهونين وكلنا ماخذين قروض، يا ماخذ قرض على بيت يا ماخذ قرض لتعليم ابني يا. فانت جيت اليوم شطبتها. اذا مدى مصداقيه هذا القانون في ما يطرح على الراي العام ومدى ما هو حقيقه موجود على الاوراق. نعم يعني في هناك تنافر بعيد جدا وفيش مصداقيه. وانا لذلك ما زلت وراح اظلني مصر على الراي انه هذا القانون حقيقه قانون جبايه بامتياز. الهدف منه هو فقط يعني إيصال المواطنين إلى مرحلة إنهم يقف في الشوارع معرين مكشفين ونقول يا لله يا محسنين. طيب. إذا كانوا بيسعدون مستمروا بهذا. طيب. المسألة دكتور حسام، يعني أنا كنت قبل فترة مع وزير من الفريق الاقتصادي قال لي البنك الدولي بقولنا إنه يعني المواطن الأمريكي اللي أكبر داعم للخزينة على 12000 دولار بدفع ضريبة، فكيف المواطن الأردني على أقل يعني 12000 دولار تقريبا 8000؟ فهم يعني عملونا زي المواطن الأمريكي بدي افترض حسن النية. نعم طيب. سيدي يعني ولكن هل هذه الأرقام صحيحة؟ نعم يعني إذا الأمريكي وقديش دخل الفرد في أمريكا وقديش دخل الفرد في الأردن؟ نعم سيدي، يعني أولا هناك اتجاه عالمي وبسبب سياسات ترامب لتخفيض الضرائب في كل العالم. نعم، لأن ترامب في إطار مسعى لزيادة تنافسية المنتج الأمريكي سواء على صعيد الصادرات أو على صعيد الاستهلاك المحلي في مواجهة ما يتم استيراده من الخارج، هو خفض الضريبة على الشركات وعلى الأفراد وعلى المؤسسات بشكل هو يقول إنه الأكبر في الولايات المتحدة، لكن يعني هذا قول يعني ليس دقيقا يعني بالنسبة لترامب. ومع ذلك العالم الآن وفي سبيل المنافسة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين والدول الأخرى ستعمل على تخفيض الضرائب من أجل زيادة تنافسية صادراتها وأيضا استهلاك المحلي. إضافة أن معدل دخل المواطن الأمريكي حوالي 59000 دولار، 57 ل 59000 دولار، 25 ال 25000 دولار من الدخل المعفي من الضرائب. يعني مش صحيح يعني 12 25000 دولار. طبعا طبعا هذا اولا طبعا طبعا هذا كلام 100% صحيح. انا هنا اريد ما دام القضيه يعني احنا فتحناها بدعي انه حوالي 75 الى 80%، وبديش أبالي أقول 85% من المواطنين الأردنيين لا يحصلون على نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي. ويعني ممكن أن نحسبها بكل سهولة، نحن نتحدث عن نصيب الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5200 دولار
لوحده، لكن إذا أخذنا مجمل السكان في الأردن ينخفض إلى 4000 دولار. إذا أخذنا للأردني وعدد أفراد الأسرة في الأردن حوالي 4.8 نحن نتحدث عن حوالي 25 إلى 26 ألف دولار يفترض أن يكون معدل دخل الأسرة، بينما حسب دائرة الإحصاء العامي هي تتحدث عن حوالي 10,000 دينار معدل دخل الأسرة، ما يعني في الأردن، ما يعني بالمعدل أنه لا أحد يحصل على نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، لأن هذا الناتج يتمحور أو إلى الأعلى لصالح فئة ريعية لديها اقتصادها الريعي ولديها ثرواتها الريعية التي تستنزف هذا الناتج، وبالتالي لا أحد يحصل على تقريبا من كل إحنا 80%. في هذا الإطار الحقيقة أنه كل مرة الحكومة تشوه قراراتها عندما تضرب أمثلة من الدول الأخرى. نعم. في تركيا مثلا معدل نصيب الفرد ارتفع من 3500 إلى حوالي 11,000 دولار. معدل حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي ارتفع من 250 مليار إلى 850 مليار دولار. تركيا الآن مثلا، وأنا بجيبها كمثال يعني، أنا شفت علمها من شفت أعلام. أنه علمها يعني بالعالي ولذا ولأنه إحنا بيننا وبينها بعض العلاقات الاقتصادية. الحقيقة هي الآن في المرتبة 16 و15 في الاقتصاد العالمي. إذا بدنا نضرب المثل فيها، إذا لماذا لا نرفع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولماذا لا نرفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لكي ينعكس إيجابا على إيرادات الحكومة، ولماذا لا نستنشد بهذه الأمثلة الناجحة في نشاطنا الاقتصادي لكي نبني على شيء مقتضى فيما يتعلق بأنظمتنا وقوانيننا. نعم. طيب أستاذ عمر، اليوم احنا بنحكي عن قانون ضريبة أعتقد أنه سيطال فقط الموظفين، إن كان في الدوائر الرسمية أو في القطاع الخاص الكبير. أما العاملين لحسابهم الخاص كيف بدك تعرف أنه هذا بجيب له ولا بجيبلوش؟ اللي لحاله. طب قالوا لنا النقابات المهنية والأطباء والمحامين بدفعوش، كيف بدك تدفعهم؟ يعني أنت اليوم تستهدف الملتزم اللي بدفع أصلا، يعني أنت بتزيد الأعباء على اللي بدفع، كيف بدك تجيب للي 90% دول مناجمة من الحكومة؟ صحيح. يعني أنت هون أصبت أستاذ عمر، القانون جاء هو فقط للملتزم، بده يزيد الجباية والغلة، هو ما عمله بده يعالج مشكلة التهرب. مشكلة التهرب احنا بنعرفها، وتفضل قلت في هناك بعض القطاعات وبعض الأشخاص المهن حقيقة هم بتهربوا، واحنا بنطالب انه يكون هذول الناس عليهم مراقبة، ومراقبة مؤشراتهم وأدائهم، حتى حركات التنقل الأموال من خلالهم، حتى نقدر نضبط قديش مصادر دخلهم وكم من مصادر، وقد الجزء منها يخضع للضريبة، هذا حق الدولة على هذول الناس. لكن هي جاءت بعموميات، جاءت بالقانون بتقول رفع كفاءة التحصيل الضريبة، يعني رفع كفاءة، كيف بدك ترفع الكفاءة؟ رفع الكفاءة بتطلب منك انك في إعداد وسائل وآليات وتقوم بتجهيز الموظفين وعقد دورات لكن حقيقة أنت جيت لأرقام واضحة، قلت بدي أخفض الإعفاءات وبدي أرفع النسب، جيت رفعت، كيف أنت بس تقول للمواطن؟ لا، مش المواطن راح يتأثر، القطاع الصناعي عندي في الأردن راح يتأثر، راح ينضرب. الآن حسب القانون الجديد قطاع الصناعي كان خاضع على 14%، اليوم نتحدث عن القانون أنه يرفعه، اليوم بده يرتفع لنسبة 20%، في 6% زيادة. شو معنى هذا الحكي؟ إحنا صناعاتنا بالأساس واقفة، أسواقنا التصديرية واقفة، إحنا مش قادرين حتى ننافس مع السلع الأخرى. الآن برفع 6% على حساب مين؟ الست هاي ما هي راح تكون على حساب المواطن، وراح تكون على حساب المصانع والشركات. لما بتيجي بتقول لي انا قطاعات مثلا البنوك رفعت 40%، التعدين وهي حددناها بالفوسات والبوتاس حددناها 30%، انت رفعت كل الشرائح وكل النسب. القضيه انت بتتحدث عن مساله تتعلق بقوت المواطن وحياته اليوميه ومعيشته، تتحدث بكل ما نواحي الحياه اللي هو بتختصه من صحيانه حتى مبيته. هي قضية معالجة التهرب الضريبي وكيف إني أحتسبها ومين هم المتهربين ضريبيا، هذه تحتاج حقيقة لأدوات ووسائل، وأنا معاه فيها وأنا ما عندي مشكلة. لكن اليوم القانون جاء هو فقط مثل ما تفضلت، جاء للملتزم بقول له أنت ملتزم ما عندي مشكلة معك، ولكن أنت التزامك ناقص، أنا بدي أزيد غلتي وبدي أزيد جبايتي من خلالك أنت. أما الأشخاص اللي هم متهربين أنا راح أستخدم وسائل أخرى إن شاء الله، إذا قدرنا نحقق شيء بنحقق، ما قدرناش بس أخذت اللي بجيبتك. لكن أنا حقيقة برضو أسجل كلمة اليوم وأرجو، يعني وأنا أثارتني جدا اليوم وأنا بستمع للمؤتمر الصحفي اللي كان يعقد بحضور وزير الإعلام ووزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل، فوجئت حقيقة من وزير الإعلام بجملة ختامية أنا صدمت وصعقت فيها عندما تحدث بقوله في نهاية المؤتمر، بدي أوجه رسالته للصحفيين، قال من يقف
ضد هذا القانون هم المتهربون ضريبيا. يا رجل نظريه المؤامره وقفونا منها ان شاء الله. يعني اذا قلت لك انا القانون مش كويس انا متآمر، اذا قلت لك القانون خاطئ، التشوهات اللي بالقانون اساسا بتزيد التعقيدات وراح تزيد نسبه التهرب وراح تخلي الناس تهرب بالطريقه اللي بدها اياها، بصيرت انا الانسان البضر للوطن؟ كان المفروض انك تقول انه هذا القانون قابل للنقاش، قابل انه نتحاور به، قد يكون فيه ايجابيات وقد يكون فيه سلبيات، نعزز الايجابيات واذا كان فيه هناك سلبيات نحاول ان نختصرها. هذا مش قانون الهي يعني، ومش اللي وضعوه يعني ناس منزلين، لانه القانون واضح انه القانون فيه هناك اشخاص اصحاب مصالح ومنافع معينه او لغايات. حتى انت بتعرف انه احيانا في عندنا بعض الاشخاص بيصدروا قانون حتى يترقى ويترفع ويصير بكره لمستويات اعلى من اللي موجود فيها. نعم. فواضح انه هذا من وضع القانون هو بعيد كل البعد عن الشارع وبعيد كل البعد عن الواقع اللي بيعيشوا الناس. ولا قرا. طيب انا استاذ دكتور حسام بدي اسال، كل الحزمه الاصلاحيه اللي قالوا بنختمها، قالوا قانون الإعسار، نقل رهن الأموال، وقتموا الضريبة، كل هذا لخدمة خطة التحفيز الاقتصادي. كيف ستحفز اقتصاد برفع ضرائب مثلا على القطاع الصناعي والطاقة عندك مرتفعة أصلا خلقة الله؟ طيب كيف أنا بس يعني حدا يفهمني كيف سيتحفز الاقتصاد في الأردن؟ هل هذا قانون محفز؟ يعني احنا قلنا كيف يعمل العالم الآن على تخفيض الضرائب لأسباب موضوعية ولأسباب تتعلق بالتنافس بين المصدرين ومن أجل زيادة الطلب المحلي على المنتجات لدعم النمو الاقتصادي. الحقيقة أنه في دراسة، وقبل ما أحكي عنها، كيف ستعرف الحكومة شو دخل الأفراد؟ في أنت في الضمان الاجتماعي، ما كل الآخرين مشتركين في الضمان. نعم. وكل واحد يقوم بالالتزام يعني بالاشتراك في الضمان، يقوم بدفع يعني نسب معين 21% 7 و14% من دخله الشهري أو من راتبه من أجل الحصول على راتب تقاعدي. ولذلك هذه مسألة سهلة، إضافة إلى أنه إذا كان هناك حوالي، وهذه هي نسبة يعني موجودة، أنه حوالي 86% من رواتب الأردنيين تقل عن 600 دينار، مشان هيك أجت النسبة 90% أنه اللي بده يكونوا خاضعين للضريبة. لكن جميع الأردنيين وبغض النظر كانوا مشاركين بالتعديلات أو مكلفين بالقانون الجديد من عدمه، سيدفعون ثمن التعديلات على كافة القطاعات الاقتصادية، لأن هذه القطاعات الاقتصادية سواء كانت البنكية أو المالية أو الصناعية أو التجارية ستعكس هذه الزيادة في الضرائب عليها على في السوق، وبالتالي فإن الذي سيكتوي بنارها النهائي هو المواطن بغض النظر كان مشاركا في القانون بشكل مباشر أو لم يكن. الحقيقة أنه في دراسة عملها المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 3-4 سنوات، تحدث فيها عن حجم الفاقد الضريبي، وتحدث عن حوالي 1.9 مليار دينار فاقد ضريبي، وزعها كالتالي: تهرب ضريبي 695 مليون دينار، إعفاءات ضريبية 835 مليون دينار، متأخرات ضريبية 365 مليون دينار. وبالتالي كان يفترض أيضا إذا كانت الحكومة جادة في تحصيل أو في منع التهرب الضريبي أن ترفع أو أن تقرر أن الزيادة من التهرب الضريبي يفترض التي يفترض أن تحصلها أعلى من 100 أو 150 مليون دينار كما زي ما قالنا بالقانون. نعم. في النتيجة النهائية هذا النوع من القوانين يعتبر يعني باللغة الاقتصادية قانون تقشفي، بمعنى عندما تزيد الضرائب وترفع الفوائد وتقلل الإنفاق أنت تتبع سياسة انكماشية، سياسة تقشفية، سياسة تؤدي إلى مزيد من الضغط على المستهلكين لتخفيض إنفاقهم من جهة، وعلى الفعاليات الاقتصادية لتقليل نشاطها الاقتصادي. وهون في إشكالية، إذا كان هدف الحكومة كما تقول وتعلن هو زيادة آفاق النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الناظمة للعملية الاقتصادية وهذا أمر جيد، وهي في نفس الوقت
تفعل كل ما يؤدي إلى عكس ذلك. فعليها إذن أن تأتي بأفكار جديدة مختلفة إبداعية مبتكرة ريادية للتوفيق بين أمرين من الواضح أنهما متناقضان تماما ولا يستويان في المنطق. لا يمكن التحفيز ضد زيادة الضرائب. نعم. نكمل ملاحظاتنا على القانون ويعني أوجه قصوره بعد الفصل. مجددا أرحب بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم في عين الحدث، ونواصل نقاشنا في قانون الضريبة بين قوسين الضريبة الحقيقي أنه جبائي. طيب أستاذ عمر، اليوم لما بنحكي عن قانون ضريبة بده يحفز استثمار، يعني شفنا في الجرافيك اللي نزلوه الشباب يسجن يلاحق يلحق، يعني وكأنه يعني هذه اللغة بدل لغة الإرشاد والتوعية نستخدم لغة يعني شرطية. طيب. مش لغة اقتصاد هاي. صحيح. يعني بنود القانون في الجانب الجبائي في الجانب العرفي زي ما قال الدكتور حسام، كيف بتشوفه انت؟ لا هي واضح انه هو فوق انه قانون جبايه، هو قانون خلينا نقول هو نوع من انواع العقوبات الارهابيه او الارهاب الاقتصادي بنسميه. انك الان انت قاعد بتهددني، مش بس انه بتقول لي والله انا بدي احط عليك غرامات، انا بدي احبسك، وحدد لي مده، صار يقول لي 3 سنوات وخمسه وسبعه وعشره. اذا انت جرم التهرب وتخلفت بنسبه 20% مش عارف من قديش حسب النسب طويل صريحه، بحبسك 3 سنين و5 واذا تهربت. اذا هو القانون واضح، هو جباية وقصد منه هي يعني تقطيع أوصال المواطنين. هو مش قضية إنه أنا بدي أعالج اختلالات شبهتنا. نعم. ولا المقصود إنه في هناك بعض الأشخاص متهربين بدي أعيدهم إلى رشدهم وأقول لهم تعالوا يا عم تفضلوا خلينا نبدأ معاكم جديد ونعطيكم فرصة إنه تعودوا عن إلى رشدكم وتعدلوا الأخطاء الموجودة. لا، القضية واضح، هي قضية هي قطع لرؤوس الناس، قطع لأرزاقهم، هي معنيين الآن إحنا بفرض أكبر قوة ممكن من الإرهاب حتى الجسدي والاعتقال مقابل إني أنفذ السياسة المالية اللي أنا ارتأيت إنه هذه هي السياسة المالية المناسبة حتى أحقق موارد وأجيب أموال إضافية حتى أحقق مشروعية موازنتي اللي أنا مش عارف أساساً كيف بعيدت هيكلتها ولا عادر على الشغلة. مادة أنا بجوز تحدثت معك فيها وتحدثت مع الإخوان، قلنا بتقول المادة إحدى المواد المطلوبة للتعديل مادة 22 بتقول يلتزم الشخص الطبيعي الذي بلغ سن 18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي. بيعرف هذا، بيعرف يلتزم امر طبعا يلتزم امر، في نقاش يعني فيش فيها. انت عمرك وصلت 18 لسنة اليوم بدك تعمل حالك من الصبح تطلع على الضريبه تسجل رقم ضريبي. طب انا ما عنديش دخل، طب انا بشتغلش، طب انا مثلا حالي اجتماعيه، انا حالي انسانيه، انا معاق، انا مريض، انا يا سيدي عندي كنسر في المستشفى. بيجي تقول لي كونك انت خالفت نص المادة 22 راح يجيني نظام شو يقول؟ من يخالف المادة 22 بعدم الالتزام بالتسجيل يعاقب بغرامة وقدرة 500 دينار او الحبس صار 3 شهور. ابن 18 الزمته يسجل وهو ما عندوش دخل. انا ما احنا بنقول بما انه هو الدخل ضريبة الدخل تؤخذ ممن لديه مصادر للدخل، مش مجرد ان تسجل لاي واحد. احنا يعني هذا مش قانون انتخاب بتسجل، مش قانون انتخاب سجلنا كل. طب روح امس البنتخبش، روح امس البنتخبش، روح يا سيدي العزيز اقول لك اللي ب 18 لازم يعلن براءه والتوبه. انت هون قاعد تقول لي 18 سنه لازم تسجل تلتزم، ما سجلتش في احكام بموجب نظام يصدر لهذه الغايه. شو النظام؟ بقول يعاقب بغرامه قدرها 500 دينار او 200 دينار او 1000 دينار او الحبس، الله اعلم شو النظام يطلع. نعم. اذا لم يقم بالالتزام بالتسجيل، بالله عليك هذا قانون ضريبي؟ هذا قانون الهدف منه ازاله التشوهات الموجوده في الاعفاءات اللي كانوا يتحدثوا عنها؟ هذا القانون هو قانون جاء فقط حتى نجمع فلوس باي طريقه. قعدوا المشرعين او الاشخاص المعنيين في هذا القانون، جلسوا تحاوروا وتناقشوا وانبسطوا كلهم ليلتها وقعدوا، فقالوا كيف نجيب مصاري وكيف نحبس الناس؟ طلعوا بهذا القانون. هذا القانون المشوه قانون حقيقة أنا بعتبره إذا ما مرر وبعيده بكررها، هذا القانون هو كارثة تاريخية راح تحل على المواطنين الأردنيين. لن يستطيع المواطن الأردني يخرج منها ولا يخرج من صدمتها على مدار سنوات. وأكبر دليل حتى كمان إحنا للأسف عندنا في القوانين هذا القانون لمعلوماتك من 2010 صار معدل 4 مرات. نعم. دلالة على إنه إحنا فيش عنا قدرة على القراءة، ودلالة على إنه فيش عنا خبراء حقيقيين قادرين على إنه يوجدوا قوانين حقيقة تحقق العدالة اللي بتحدث عنها. قانون عدل بـ 2009، عدل بـ 2010، عدل بـ 2014، وعدل بـ 2015 ويوم نقدم قانون جديد. إذا تعديلات شو معناها؟ هذه
الدكتور بيقول الاستثمار وتحفيز الاستثمار، اي استثمار انت حابب. اذا انا كمستثمر كل يوم باجي بلاقي في قانون ضريبي جديد، مش عارف ايش اشتغل، على الماده 22 الملغيه ولا الماده 17 المعدله؟ ولا الماده اللي في القانون اللي 2014 ولا الماده 66 بال 2010؟ ما هو اساسا ثبات التشريعات هو اكبر حافز للاستثمار، وهو اللي بيشجع المستثمر لانه بيجي فاهم شو القوانين الموجوده عنده. لكن انا كل يوم او كل شهر بغير قانون دلاله على انه انا قاعد بعيش حاله تخبط، وانا بقول للناس انا بدي اغرمك وبدي اعاقبك وبدي اورطك لانه انا فيش عندي قانون ثابتي، والله ما انا عارف ايش اشتغل. هذه القوانين وهذه التشريعات الان انا بقول يجب ان تعاد، وهذا القانون تحديدا يجب ان يعاد الى الجهه اللي درسته وتعود تنقيحه، تتواصل مع خبراء، اتحدث خبراء، خبراء معنيين بالشان العام، خبراء محايدين، نتحدث احنا وياهم حتى نصل للصيغه الافضل والمثلى في تحقيق العداله. نعم. اما بهذا القانون لا، مش ممكن. طيب دكتور، يعني لما نقول 40% على قطاع البنوك، نعم، ما هو بده يزيد بكره علي نقطه. صحيح. 30% على قطاع الصناعه، نعم، التعدين اسف، 20% على الصناعه، الخمسة بالمية هذا نظام الخمسة، 10 15 22 25 اللي دخله 36,000 دينار. نعم. ستتساوى نسبته الضريبية مع اللي دخله 3,600,000 دينار. نعم. وين التدرج؟ وين الضريبة متدرجة وتصاعدية؟ وين التصاعدية؟ صحيح. في الأردن المشرع المالي كان دائما يميل للضريبة غير مباشرة أو الضريبة التنازلية. الضريبة التنازلية نموذجها ضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات تنازلية بمعنى أنها تشمل أكبر عدد جميع المستهلكين، وبالذات ويكون أكثر تحملا لكلفتها هم طبقة محدودة الدخل، ثم الطبقة المتوسطة، فأقل إلى الطبقة الغنية التي تكون التزاماتها موجب ضريبة المبيعات أقل كلفة عليها من التزامات الفئات الأخرى. القانون التصاعدي اللي هو اللي هي الضريبة دخل. ضريبة الدخل، ضريبة التصاعدية، صار في تلاعب أكثر من مرة بالشرائح. في المرة الأولى في 85 كانت الشرائح تتوزع 2000 ما يزيد عن الإعفاء، ثم أول 2000 أول عليها 5%، الألفين الثانية عليها 10%، الأربعة آلاف التالية عليها 10% وإلى حد معين. في 2014 اختلفت الشرائح، قالوا إنه الشريحة أول شريحة 10,000 بعد الإعفاء عليه 7%. نعم. الشريحة الثانية بعد 10,000 الأولى عليها 14%، الثالثة 20% مفتوحة إلى الأعلى. جينا إلى في التعديل، قالوا أول 5,000 عليها 5%، ثاني 5,000 فوق الحد المقبول 10%، الثالث 15%. وأنا هنا على فكرة بتساءل يعني ليش الشريحة الرابعة، 5,000 الرابعة من 15 إلى 22%، وأنا مش عارف ليش مش 20، يعني ليش 22، والشريحة الأخيرة 25 فمفتوحة إلى الأعلى. الحقيقة أنه لو سألنا ما هي المعايير التي استند إليها المشرع في تقرير هذه النسب لما وجدنا أي إجابة. لا يوجد معايير. لماذا 35% على البنوك مش 37 مش 31؟ ليش رفعتها إلى 40؟ إذن هدفك هو أنت في عندك باكيج مالي بدك تحصل عليه، وزعته على القطاعات والأفراد، ولذلك طلعت معك هذه الحسبة بدون أن تأخذ الاعتبار أثارها الاقتصادية والاجتماعية ودورها في العملية الاقتصادية. بشكل أو بآخر كثرة الضرائب حسب كل خبراء الضرائب في العالم تقتل الضرائب، ودائما على كل واحد فينا من الحكومة، من النواب، من الأفراد، من أي مواطن أن يرى أن كل شيء يظهر ونقيض معاه، يظهر معاه، ينمو معاه، ويزول بزواله. بمعنى أنه هذه الزيادة في الضرائب ستولد ردود فعل عكسية، بمعنى أن الاستهلاك سينخفض،
طرق التهرب ستكون أكثر إبداعية وابتكارية، وبالتالي هذا سيؤثر على الحصيل النهائي. الفعاليات الاقتصادية ستقلل من نشاطها ومن منتجاتها وإنتاجيتها في السوق، وهذا سيلعب أكثر من دور، سيقلل من الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة من هذه القطاعات، سيؤدي إلى رفع نسبة البطالة في السوق، وسيؤثر على نسبة الفقر التي سترتفع. بالإجمال، الأردن كان يعتمد على يعني الديون، وأنا بس هنا يعني بين هلالين، من أجل مشاريع اقتصادية، ثم بدأنا نعتمد على الديون من أجل الوفاء بالتزامات أو نفقات جارية ورواتب وأجور، ثم بدأنا نعتمد على الديون من أجل سداد ديون، والضريبة فيما يبدو أنها لم تعد كافية، وهذا يعني أننا أصبحنا دولة ضرائب ودولة ديون. وأعتقد أن دولة بهذا المعنى لا يمكنها أن تقوم بنشاط اقتصادي ذا قيمة مضافة لا للمواطن ولا لفعالياته الاقتصادية. نعم. طب أستاذ عمر، ممكن يكونوا يعني حاطين بنود كثيرة حتى تتفاوض، حتى تتفاوض مجلس النواب يعني بكرة باللجنة المالية باللجنة الاقتصادية، يعني في حاطين مجال للتفاوض ولا ألو مشروع القانون؟ لا، هو طبعا بالتاكيد اي قانون يعرض على مجلس النواب هو في مجال للتفاوض فيه وفي حديث، لانه بتعرف الان القانون هو الان المجلس انتهت الدوره العاديه، الان المجلس راح يعود على دوره استثنائيه قد تكون بعد شهر رمضان. بالتاكيد الاراده الملكيه راح يتضمنها اللي هو مشروع قانون ضريبه الدخل. الان راح تبدا سواء اللجنه اللي راح يعرض عليها سواء كانت الاقتصاد او الماليه بدراسه والاستعانه بعض الخبراء للنقاش معهم، والحكومه حاول نصل. الحكومه طبعا بتكون حاطه لها بعض المواد واضحه، يعني هذه من خبرتنا معاهم. بتكون حاطه منها مدد 15 يوم لا بنرفعها ل 30 500 يعني دينار بنخليها 250، هذه بتكون هي يعني مساحه معينه ممكن تفاوض عليها وبتعطينا اياها طعم لا اخفيك يعني بنقول انه بيشتغلوا عليها. صحيح. لكن الجوهر الغلة الكبيرة لما بنقول احنا عقوبة، لما بنيجي بنقول ولا غرامة 4000 دينار، لما بنقول الحبس، لما بنقول النسبة، هذه خطوط حمراء راح يقف وزير المالية ونتف شعره لا بيقضش عليها، هذه هي سبب المشكلة بالأردن كلها. أما يا عمي ما عندي مشكلة، التقاضي 15 يوم خليها 30 يوم مش توكل على ما عندنا مشكلة، بس ال 16 يصير 18 لكن ال 16 يجي لا ممكن يجي نقول له تعال يا عمي 16 خليها 18، يعني ممكن يمشيها مقابل انه ما نبلشش بشهر ثاني. لا عشان هيك احنا بنقول طبعا هذا الحكي لا يضعف مجلس النواب، هذا يعني هذا اداء مقاس من طول فترات مجلس النواب. صحيح. لكن الان دور على مجلس النواب واللجنة اللي بتناقش هذا القانون والأشخاص، إنه يجب إنهم يضعوا مصلحة المواطن والوطن فوق كل اعتبار، يجب إنه إحنا نقرأ الأمور بطريقة الصح. إحنا مش معنيين نرضي أشخاص، إحنا معنيين نرضي ربنا أولاً، اثنين إحنا معنيين إنه إحنا ندافع عن حقوق المواطنين. القانون يحتاج إلى كثير من التعديل، كثير مع إحنا في بعض التعديلات جاءت القانون أنا معها إيجابية، ترى مش كله سلبي يعني كل موارد، في بعضها إحنا منطلب فيها، لكن في بعض أو الأكثر خلينا نقول لا تحتاج إلى دراسة مستفيضة وتحتاج إلى حقيقة حتى استشارات وخبراء وأشخاص معنيين ونشوف الأثر المستقبلي بعد شهر وبعد سنة ونعمل دراسات ومدى تحققها الأموال. أنا أخوي عمر بدي أقول لك شغلة، في 2017 جاءت الحكومة قدمت مثل ما تفضل الدكتور قالت 450 برنامج إصلاح ضريبي. لما قدمت الموازنة وجينا لاحظنا بال 2018 في إعادة التقدير لقينا إنه الضرائب انخفضت حوالي 430 مليون. لم تحقق 450، انخفضت. نتاج إيش؟ نتاج إنه فعلاً في عنا ركود، والناس بدل دائماً تخفيض الضرائب بتزيد النشاط التجاري بتزيد القوة الشرائية عند الناس. وهذا اللي كنت أسأله. هاي الأرقام راح تتحصل؟ أيوة هاي الأرقام هم بترضي الآن بيقول لك أنا راح أحصل بموجب القانون هذا ما قيمته حوالي 280 مليون. أنا أتحدى إذا حصلنا 80 مليون بكل الإجراء زي ما هو، أخذ زي ما هو هيك وأقبله كما هو، أتحدى إذا بجيب 80 مليون لأنه محسوبات. الفرق راح يكون هو عبارة عن أجور المستخدمين والأفراد اللي هي الفرق التخفيضات والإعفاءات، وهي كلها احنا كل الإيراد اللي بيجينا أساساً 127 مليون. الآن زدنا قلنا 5% حسبناها نص و2.5 وصلنا ل 5%، 127 ضرب ب 5 ب 10%
هاي 17-12 مليون، وراح يجيني كمان من القطاع الصناعي كونه شوي بيزيد لي بحدود 10-15 مليون، قطاع البنوك 5% اللي زدناه راح يزيد لي كمان 40-50 مليون، يعني ممكن يجي 80 مليون 100 مليون حد اقصى، لكن الاثر المعنوي والنفسي وانعكاسه على اثر الاسعار على السوق وعلى المشتري وعلى المستهلك حقيقه راح يكون اكثر بكثير من 80 مليون. راح نشعر انه احنا كثير، حتى من بعض الناس اللي قاعدين، يعني قبل كم يوم كنا في منتدى اقتصادي احنا لجنه الاقتصاد عملناها ودعينا مستثمرين ووقعنا مشاريع ب 176 مليون دولار. حقيقة احنا سوقنا انه احنا في حوافز، في بنية استثمارية، في بنية تحتية، في حوافز جمركية وحوافز ضريبية، وتفضلوا تعالوا. الان لما بقدم له انا هذا اللي كنت امبارح جالس انا وياه وبقول له وقع اتفاقية، بقدم له هذا المشروع، بالله عليك تكمل؟ طبعا. بقول لي انت جيتني قلت لي الصناعة 14 مليون، يوم تقول 20% رجل، ال 6% هذول انا هامش الربح تبعي كله مش راح يكون 6%. من وين اجيبهم؟ الان بتقول لي انت اعفاء التصدير بدي اشطب لك اياه، والله لانه منظمه التجاره لغت اعفاء التصدير. طب انا كيف بدي انافس؟ اذا انا مع اعفاء التصدير مش قادر اصل اسواق جديده، كيف انا لما بلغي اعفاء التصدير اليوم بموجب القانون؟ وبرفع كمان ضريبه الصناعه. اذا انا اليوم قاعد القوانين هاي كلياتها جاءت عباره عن اجراءات وسياسات، يعني خلينا نقول الهدف منها فقط تربيط القطاعات ومنع المواطن من انه يتخذ اي قرار، او حتى الصانع او حتى التاجر انه في التطوير او عمليه. طب ليش كل هذا الحكي؟ ليش؟ ليش؟ عشان ما الهدف النهائي؟ الهدف النهائي انه احنا بدنا نجيب اموال اضافيه للدوله كنا بممكن نجيبها باعاده دراسه واقعنا الاقتصادي، بإعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة، بإعادة النظر التوسع اللي احنا طلبنا. انا شخصيا وقدمت ورقة عمل لوزير المالية بالتوسع الأفقي بشمول الأغلبية، الشمول المقصود فيه مش المواطن اللي عمره 18 سنة، هو فهمها عمل يبدو 18 سنة. انا قلت لك شمول، قلت لك انا مع انه كل تاجر مسجل في وزارة الصناعة والتجارة وعنده رخصة ومسجلة انه يكون له رقم ضريبي، والحاسب نقول له تعال يا عمي هل بتقدم قراراتك ولا بتقدم، هذا مسجل. لا يجوز يكون عندي 170 الف شركة مش مسجلات الضريبة، بس مش تستثنيها وما تجيب السيرة الكبيرة تجيني بس اللي عمره 18 سنة تقولي ليش يلتزم بانه يكون له رقم ضريبي؟ مش هيك المسألة. معالجة بعض التشوهات، تحسين كفاءة العاملين في ضريبة الدخل، تحسين أداء الموظفين، عقد دورات، إعطاء حوافز للموظفين مقابل أني أمنع بعض الرشاوي وبعض الفساد اللي قد يحدث نتيجة الممارسات الخاطئة عند بعض الأشخاص، تحفيز من يقوم بتقديم. كان في عندنا قانون قديم يقول لك إذا قدمت أنت دخلك بشهر واحد مثلا بعطيك أنا حافز 6% إعفاء، هذه نوع من أنواع حوافز، أعطيهم حوافز حتى أنه تسارع الناس في دفع المبالغ اللي عليها وتدفع الضريبة اللي عليها، وبالتالي بتزيد عندك الغلة الضريبية. أما انك بالطريقه هاي لا، انا اتحدى اذا راح مش راح يجي 280 ولا ثانية، حتى بطلت 80. بطلت على 80. بطلت على 80. دكتور اليوم يعني لما تطلع على هذا القانون اللي يستهدف الناس، نعم، من وين يعني انا بدي اسال سؤال، هذا العقل الاقتصادي هل هو ماجور سياسي؟ يعني بمعنى هل بذبحوا فينا وبلزوا علينا لغايه هدف سياسي كبير؟ لانه مش معقول اذا كل الخبراء وكل الناس بيقول لك يا عمي غلط، لماذا الاصرار على هذا الخطا؟ تجارب العالم بتقول خفض الضرائب يزيد النشاط. صحيح. طب صحيح. شو اللي قاعد بصير سيدي؟ يعني من العقل؟ وين العقل؟ مين العقل الدولي اللي بفكر؟ نحن منذ اليوم الاول اللي بديش اقول رهننا حتى لا يعني يغضب البعض، منذ اليوم الأول الذي تعاوننا فيه مع صندوق النقد الدولي فقد وضعنا جملة قراراتنا السياسية بيد هذا الصندوق. صندوق النقد الدولي هدفه يعني شغلتين، أن يتأكد أن الحكومات ومنها الحكومة الأردنية قادرة على الوفاء بالتزاماتها للدائنين والمانحين، بمعنى أنه أنت بدك، أنا بدي أتأكد سلفا أنه لديك من الإيرادات ما يسمح لك بالوفاء بفوائد الديون، وبالمناسبة في الموازنة الأخيرة كانت تزيد عن مليار دينار، وبالأقساط المترتبة عليها اللي هي حوالي 650 إلى 700 مليون دينار. وبالتالي
فهو يعمل على زيادة إيرادات الحكومة ليس بهدف تجاوز عجز الموازني. منذ بدأت الدولة الأردنية وعجز الموازني موجود في الموازني، ومنذ كانت الدولة الأردنية وأوضاعها الاقتصادية تتراوح بين أن تكون جيدة إلى أن تكون متوسطة، والعامل الأساسي الآن هو صندوق النقد الدولي. وإحنا لأن إيراداتنا المحلية لم تعد تكفي، ولأننا نحتاج إلى شهادة من هذا الصندوق للمؤسسات المالية المختلفة، سواء كان جهات مانحة أو شركات بنوك دولية، يعني للاقتراض منها، فإن ذلك يفرض علينا أن نقوم بهذه الإجراءات. لو كنا فعلا إحنا مش دولة، يعني صندوق النقد الدولي له دور في سياساتنا الاقتصادية، بالتأكيد لا يمكن لأي حكومة عاقلة أن تقوم بهذه الإجراءات المعاكسة للمنهج الاقتصادي المحفز للنمو وتسميه هذا تحسينا في البيئة الاقتصادية وزيادة في النمو الاقتصادي. ذلك لا ينسجم مع حقائق الأمور ولا مع منطقها، ولذلك يتم تجميل القرارات السيئة بالقول إنها تهدف، والمستقبل يعني على رأي جحا لما يعني طلبوا منه استشارة فيما يتعلق بتعليم أحد يعني الحمار أن يتكلم، يعني الوالي، فأجا قال له أنا بخليه يحكي بعد 10 سنوات. قالوا له كيف أنت مجنون؟ قال له ما هو يعني يا أنا بكون يا بالحمار بموت يا الوالي بموت يا أنا بموت. صحيح. ولذلك المستقبل يعني لا رباط عليه. أنا بدي أسألك أستاذ عمر والسؤال الأخير، افرض أنا دخلي 19,000. نعم. أنا دخلي 7,500، ال1,500 كيف بدي نحسبين، وال19 كيف بدي نحسبين الزيادات؟ هل إذا فنت في الشريحة زي عنا الشهر واليوم واحد زي تأخير تأثير السيارة؟ هي آلية الاحتساب القيمة الضريبية. الآن أنت نتحدث عن فئتين، الفئة الأولى اللي هو الأعزب والمتزوج. الأعزب إعفاء السنة ومقطوع 8,000 دينار. موافق. دخله الآن 9,000 دينار. موافق. أول 8,000 دينار معفى. بدفع 5% عن 1,000 التي تلي الثمانية. يعني أي جزء من 5,000؟ أي جزء خمسة. من الخمسة الأولى. نعم. يعني الأول 8 بصل دغله 5,000، بدفع 5% على أول 5 بعد الثمانية الأولى، بعدين بدفع 10% على الخمسة التي تلي الخمسة الأولى الثانية. يعني أول 5,000 بدفع 5% بمعنى 250 دينار، الخمسة الثانية بدفع 10% 500 دينار، بصير كأنه بده يدفع ضريبة عليهم على 10,000 750 دينار، 8,000 دينار 750. نفس الحالة طبعا بالنسبة للمتزوج، عندك 16، إذا صار دخلك 20,000 دينار في 4,000، ال 4,000 تدفع عنهم أول مرة 5%، إذا 21,000 و100 دينار بتدفع على الخمسة الأولى 5% وال100 دينار بتدفع 10%. نعم. أما ما منح لك من إعفاء اللي هم 16,000 خلاص هذول طلعوا أنه ما بالحسبين ضمن القاعدة. نعم. طيب أنا يعني في نهاية في التعليق دكتور بنص دقيقة إذا بدك. سيدي يعني إحنا في الفكر الاقتصادي الحكومات تعمل على تحفيز الأداء الاقتصادي من طرق مختلفة، وقانون ضريبة الدخل هو أحد الأدوات المهمة لإعادة توزيع الدخل، لإشاعة مناخ من العدالة الاجتماعية والاقتصادية. لكن الحقيقة هذا القانون نحن لم نأتي به من أجل أوضاعنا الاقتصادية، وإنما بسبب التزاماتنا الخارجية، ونتائجه إذن لن تكون في مصلحة الأداء الاقتصادي. لن تكون في مصلحة الأداء الاقتصادي. شكرا دكتور حسام عايش. شكرا سعادة النائب عمر قرقيش. هو يعني قبل أن أختم ننوه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن غدا سيعلن موقفه من الاتفاق النووي الإيراني. كانت المهلة 12/5 يبدو بطل بكرة، لذلك الله يجير المنطقة. القضية الثانية نقول لأهلنا في مأدبة وأم العمد رفقا بنا وبالدولة وبالمجتمع، اعتدنا أن نبقى أهلا وعلينا أن نبقى أهلا، فهذا المجتمع بني على الحب والمحبة والتسامح. ويعني يبدو أن مستشارينا الاقتصادي زمان ظلوا الفلاحين يقولوا زي شورة سعد على هلها، فظليت أتبع شو قصة سعدة. طلعت سعدة هي وزير المالية، وزير الاقتصاد اللي بدكوا إياه سموه. البقرة شربت من الزير فعلقت رأسها بالزير،
فجابوا سعدة قالوا لها سعدة حل المشكلة، فقالت اقطعوا راس البقرة. فقطعوا راس البقرة أجوا يسحبوها من الزير ما طلعت، فقالوا لها يا سعدة قالت اكسروا الزير، فكسروا الزير وقتلوا البقرة. أخشى أن فريقنا الاقتصادي سيكسر الزير ويقتل البقرة اللي إحنا بحلبنا، ما راح يظل لا مي ولا حليب. ألقاكم على خير. أهلا وسهلا.